وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي يرد بشكل مثالي على تصريحات جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري الذي تجاهل تماما اسم المنتخب المغربي من المنتخبات المرشحة للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية بالكوت ديفوار. ما قاله وليد الرجراجي أسلج قلوب المغاربة وصفع جمال بالماضي صفعة العمر. قبل الدخول في أي شيء عزيزي المتابع الجميل، أتمنى تدعمني وتشرفني بالضغط على زر اللايك وزر الاشتراك. بيكم وبدعمكم سنستمر. وليد الرجراجي اليوم حينما تم سؤاله عن تصريحات جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري، كانت إجابة وليد كالآتي: كل إنسان مسؤول عن تصريحاته، ولكن أنا بما إني مدرب للمنتخب المغربي أطمئن جميع المغاربة أننا ذاهبين للأمم الإفريقية وعيننا على اللقب، اللقب وحده لا غير. لا أرد على الصغار، فالصغار يخرجون بتصريحات صغيرة لا تحتاج إلى الرد عليها. هكذا ما اختتم وليد الرجراجي تصريحاته ردا على مدرب الجزائر جمال بالماضي. كل التوفيق لبعثة المنتخب المغربي، الجميع يتربص بالمنتخب المغربي، الجميع سيحاول في الكان إيقاف المنتخب المغربي لأنهم يعرفون أن هذا زمن المغرب، وسيحاول الجميع إيقاف الأسود عن لقب الأمم، ولكن كلنا نثق في كتيبة الرجراجي وليد في العودة إلى أرض الوطن بعد نهاية الأمم، محملين بكأس إفريقيا للرد على المشككين ولا عزاء حينها للحاقدين يا بالماضي يا جمال.